اسمع باللوطة ما تنساش عشية نروح نعاونوا بقاسم. شكون بقاسم؟ يا ودي بقاسم اللي كان معاك في الحبس اللي كنت تغسل له لي تريكوت بو. ايه قول لي بالقاسم. على انا واش قلت لك ماله؟ وعلى واش كاين باش نعاونوه عيسى ما تقوليش باكي طلع فريجيدار ظهري ويسطر. واش من الفريجيدار يا عيسى راح يتزود سيدك عارف باللي يتيم عنده غير يما وبابا في الدار. نروحوا نوقفوا معاه الوجه ربي. وعلي من يبدا يعشي؟ ثلاثة ونا. هذا ماشي عشية عيسى هذه قهوة حليب. يا باللوطة على تحب تهضر بزاف عشية نجوز ليك ونروحوا. A few moments later. ويش نقاش الله هنا؟ عيسى شو هذاك السيد؟ ايه هاني شوفه. راح نعطي له طبسي 13 لاطه. يزيد يقول لي راه طبسي تشكلو فرشيطه في عيني. قاعد بيا وعارف سلاحي في النينجا من اللي جوا ياكل في شلاطه. بالنوطه وحنا كيفاه ما ناكلوش اني ميت بشر. يا عيسى ما ديرناش تبهدل احنا مالين الدار خلي يجي العريس وناكلو معاه. اه يا خلاص معليه. تو عارف كاع شمال افريقيا يا صاحبي دير انا في ودك ليه؟ بالنوطه ياك هذه هي الفواياج ديالي انا عييت. يا ودي كنت تشوف انا غاسل واحد 840 طبسي صبعتي تمحاو. Many hours later. اسمع عشا خلاص وبقاسم ما بانش كفنديرو حنا دوكا. سرقت هذا بولاد من داشي عيسى نروح نمطيهم في الخبز ونروحوا للدار انا عييت نروحوا كاين مرتوخ بزاف دخلهم تما خلينا نروح 3 days later عيسى ولا غير درت لي هدا تاع فروشه تكلت عليك تعاونني في العرس درتها بيا يا بقى سمك تقعد بيا سربي شلاضه حتى جاني قلبي دنيتها الصال ديفات على جالك يا ودي واش من الصال ديفات يا عيسى عشيت في الملعب البلدي ما تقعد الهوا يديك والهوا يجيبك الهوا يديك والهوا يجيبك الهوا ويا منين جاك الخلخال منين جاك الهواوية منين جاك الخلخال منين